السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله في قناتي وقناتكم مطبخ رشيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقه العجينه ديال لي كيش، تحضيرات ديال رمضان. هاد العجينه هذه كتجي زوينه وسهله وما كتطلبش الوقت بزاف. كتحضروها وتوجدوها وتخليها في الفريغو الوقت اللي بغيتو، كتجبدوها وتعمروها، كتجيكم بهذه الطريقه هكا سهله. نبدا معكم على بركة الله. المقادير: هنا عندي دقيق ابيض 250 غرام ديال الدقيق، هنا عندي 60 غرام ديال الزبده المزيانه، هنا عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، هنا عندي واحد شويه ديال لا موطارد نص معلقه صغيره، هنا عندي شويه ديال الماء باش غادي نجمع العجينه ديالي. نبدا معكم على بركة الله. هنا البنات غنبدا معكم العجينه، غادي ندير الدقيق هو الاول، غندير عليه الملحه والبزار، هنا غندير شويه ديال لا موطارد. اللي كيبغي الثومه الثومه يابسه يدير شويه، واللي ما كيبغيش هاد لا موطارد ما يديرهاش، ماشي ضروري، هذا غير باش نسمو العجينه. هادو لي كيش مالحين. غادي ندير الزبده، غادي نرمل مزيان هاد الزبده مع هاد الدقيق بهاد الطريقه هكا، ونرجع معاكم. هنا من بعد ما دخلت الزبده مع الدقيق مزيان رملتها مزيان، غادي نعجنها بالماء، ندير غير بشويه بشويه، ندير غير بشويه بشويه حتى كنجمعوا العجين، غير كتجمع ماشي كندلكو. راه كتجي زوينه هاد الطريقه هذه باش كنعجنها. غادي نجمعها ونرجع معك. هنا من بعد ما جمعت العجينه، راه ما كندلكوهاش غير كنجمع، هنا كاس باقي ما درتش الماء كله، باقي ليا منه، تو كتجي على هذا الشكل هكا. غنديرها في بلاستيك حتى كترتاح شويه ونرجع معك. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه، غادي نوجدوا الايمول بحال هكا، كيكونوا صغار. هذا النوع هذا كيكون زوين، كيكونوا لي كيش ساهلين باش كن نخرجوهم. هاد المول اللي كيكونوا هكا دايرين، نوجدوا المول ديالنا. دهنتهم انا بشويه ديال الزبده، غادي ندير لهم شويه ديال الدقيق، غادي نسرح العجينه ديالي هو الاول. العجينه راه ارتاحت، نسرحها بهذه الطريقه هكا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف.
غنسرحها ونرجع معكم. هنا من بعد ما سرحت العجينه غادي نرش هادو، دهنتهم شويه الزبده، غادي نرشهم بشويه الدقيق بهذه الطريقه هكا باش ما تلصقش لينا. اصلا هي ما غاديش تلصق، غير نديروا الحطيات ديالنا. غادي نجيب مول داير يكون كبر من هاد المول اللي غادي نحط فيه بهذه الطريقه هكا. غادي نقطع غادي نجيب المول غادي نحط فيه العجينه بهذا الشكل هكا. نتمنى يكون واضح وباين لكم بهذه الطريقه هكا. غندخل العجينه، العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف، تكون مايل على هذا الشكل هكا. غادي نضغط الجناب مزيان بصبعي باش تبقى لي العجينه ديالي شاده الفورمه ديالها. بهذه الطريقه هكا كلها هنا غنجيب موس ونحيد ديك الزياده اللي بقات لي الفوق بهذه الطريقه هكا. لاحظوها غير بصبعكم بهذه الطريقه. شكي كتجي كدينا نتقبها بفرشيت، ضروري تقبوا العجينه مزيان بالفرشيت باش ما تنفخش، باش ما تخسرش هذا الشكل ديالها. بهذه الطريقه هكا تقبا كلها. غادي نكمل انا كل شيء بهذا الشكل هكا ونرجع معكم. هنا من بعد ما كملتهم كلهم على هذا الشكل هكا كي كيجو، غادي هاد الشويه اللي بقى لي هنا غادي ندير به هاد الصغار هكا، ندير به لي كيش صغار كيجو زوينين. غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده، غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده باش ما يلصقوش، وغادي ندوزهم في هذا في الدقيق. غادي ندير لهم كلهم بهذا الشكل هكا ونرجع معكم. هنا من بعد ما كملتهم كلهم غادي نجيب مول يكون كبر من هادو تو باش نقطع العجينه. غادي نورك عليها مزيان باش ما مت... باش تشد الفورمه ديالها بهذا الشكل هكا. وهذا الشيء اللي بقى لي الفوق غادي نقطعو غير هكا. بنفس الطريقه اللي درت الاولين غندير الثانيين تو. غادي نتقبها بالفرشيه حتى هي، ضروري تقبها بالفرشيه باش ما تنفخش على هذا الشكل هكا. غادي نكمل كل شيء ونرجع معكم.
هنا من بعد ما كملتهم كيجيو على هذا الشكل هكا. غادي نخليهم نديرهم في الطاوة وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق باش مرتاحوا مزيان. هنا البنات هاد الكبار هكا ضروري ديروا لهم بحال هكا، تقرصوهم شويه من الجناب باش الا طابوا ما يتنفخوش. شتو كيجيو هنا؟ راه ستفتهم في الطاوله اللي غادي يدخل الفران، غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق ونشعل الفران وندخلهم ليه. غادي يطيبوا غير نص طيبه، غادي نطيبهم نص طيبه ما غاديش طيبهم كلهم. هنا من بعد ما مرتحت العجينه 10 ديال الدقائق، انا خليتها غير على برا حيت الحال بارد، الا كان عندكم الصهد ديروها في الثلاجه. دابا غادي ندخلها للفران، الفران يكون سخون، ندخلها طيب غير نص طيبه ما غاديش نحمرها بزاف. هنا راه دخلتها للفران، الفران شعلته على الفوق والتحت، غادي طيب ونرجع معكم. هنا من بعد ما طابوا لي كيش كيجيو على هذا الشكل هكا، راه دغيا كيطيبوا الا كان الفران سخون دغيا كيطيبوا. شتو راه ما كيجوش غلاض وكيجيو هشاش ما شاء الله، ماشي دوك الهشاش اللي كيتهرسوا، لا شادين في ريوسهم. شتو ودغيا كيتحيدوا مع هذا المول هذا، دغيا كيتحيدوا حتى الا درتو المول الاخر ودهنتوه راه ما دغيا غيتحيدوا. شتو كيجي غادي نخليها تبرد واحد شويه ونرجع معاكم. هنا من بعد ما بردوا غادي شتو كي كيجو راه هشاش، واخا هشاش راه ما كيتهرسوش. هنا راه درت لهم غير نص طيبه حتى كنعمرهم عاد نكمل لهم الطياب ديالهم. شتو ديروا هذه الطريقه البنات اللي درت معكم ديال العجينه، راه كتجي ناجحه 100%. يلا نتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك وتشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم هكا باش نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم.